اجي بقى لاحسن ليبرو في افريقيا، يعني اللي فاجئتنا بالمستوى وفاجئتنا بالاداء والروح والرجوله في الملعب. نادي عملت موسم حلو جدا جدا، يعني كنت بعد نهايه الموسم كنت متوقع انك تعمل موسم زي ده؟ مش توقع، بس الواحد برضو لما بيبقى عايز يثبت نفسه او يثبت حاجه للناس بيبقى متاكد ان هو هيعملها. برافو يعني عليك. هو ده اللي خلاني ابقى كويسه، عشان متاكده ان انا، لا هو انا قد ده، انا قد ان انا ابقى كويسه وقد ان انا اشيل الفرقه وقد ان انا اكسبهم. فده اللي خلاني، ده اللي ساعدني يعني، وخلاني ابقى واثقه ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. السنة اللي فاتت كان جالك إصابة كسر تقريبا، صح ولا غلط وانا غلطان؟ اللي قبليها اللي تقريبا. قبليها، وبعد السنة اللي فاتت برضو ما خدتيش فرصتك، بس يمكن دي أول سنة تشيلي. دي كانت أول سنة يعني، بالنسبة لي تقريبا دي أحسن سنة يعني بالنسبة فعلا لي. ده طبعا. حقيقي، ده حقيقي. فاكرة أحلى ماتش لعبتيه إيه؟ كلهم كانوا حلوين بصراحة، بس في ماتش تهالي التالت في الدوري اللي احنا ماتش كسبناه. فاينل بتاع الدوري ده بالنسبة لي أحسن ماتش كان طبعا. كان أحلى ماتش الفاصل، فاصل اللي هو التالت في الدوري. طلعت كور مؤثرة جدا، جدا جدا، الله أكبر كسبتنا في عليها يعني. لحظات يعني في الشوط الرابع، آخر الشوط الرابع طلعت ثلاث ديفنسات تقريبا كانوا مؤثرين جدا يعني. انا فاكر، لان انا كنا بسوي، كنت طبعا المباريات مش فاكر هي كانت انهي مباراه، بس زي ما حضرتك بتقول هي الثالثه. هو كان الفاينل بتاع الدوري. وكان في اشاده كبيره جدا. طب لما لقيت الجمهور النادي الاهلي بيشيد بيكي، وطبعا ثقه كابتن حمدي الصافي اللي دفع بيكي بدون تردد لحظه، كان عنده ثقه كبيره فيكي، شايفه دعم الجهاز الفني، دعم جمهور النادي الاهلي ملا طبعا صورك، ملأت صفحات يعني مشجعين ومحبي الالعاب الصالات، يعني شايفه الدعم ازاي؟ فرق معاك يا ندى؟ طبعا فرق معايا، بس انا يعني انا مثلا ده كان سادس سنه ليا مع الفيس تيم، من اول سنه ليا اصلا والجهاز الفني بيدعمني. ما كنتش حتى لسه بلعب، بس هم كانوا متاكدين ان انا هوصل لده. وحتى يعني كان الجمهور كان كل ما يشوفني العب برضو هم بيقولوا ان في لعيبه صغيره كويسه، فده طبعا فرق معايا في سنيني عامه. حتى وانا مش بلعب، لا انا عارفه ان في ناس واثقه فيا، فده بيخليني عندي ثقه في نفسي اكتر. صحيح. بس والسنه دي برضو كله كان في ظهري من اول السيزون، كان كله اللي هو لا انت كويسه وانت اللي هتشيلي الفرقه، احنا مش محتاجين اي حاجه غير ان انت بس تلعبي لعبك. وكل حاجه يعني كل الناس بتساند، حتى الجمهور، حتى لو في ماتشات ليا ما كنتش ببقى كويسه فيها بلاقي الناس بعتين لي احنا عارفين انت مش قصده يعني، لا الناس كلها عارفه ان، او الناس كلها بتشجعني. فدي كانت احسن حاجه بالنسبه لي طب بصراحه. ندى، يمكن بابا بيلعب، كان بيلعب فولي صح؟ بابا وماما بابا وماما كانوا بيقولوا لك ايه؟ نصايحهم ليك ايه؟ هم عشان بس رياضيين قوي، فهم في اي نقطه ليا مثلا، مركزين تفاصيل يعني مثلا بزياده. يكون الماتش كله ما ضيعتش غير الكوره دي، طب تعالي بقى نقعد، انت تعالي. ضيعتي عشان عملتي كذا وعملتي. حتى عمي يعني، عمي كان بيلعب فولي بيكلمني انت المفروض تعملي كذا. مركزين في يعني التفاصيل معاك عندي قوي. اربع مدربين مش مدرب واحد. طب ده ما ضايقكيش يعني؟ بتبقى خالص لا سعيده لا لا بده، خالص. سعيده بدعم الاسره انا اي حد كلها. بيكلمني حتى لو مش تبع الفولي بيقول لي على حاجه انا تمام انا معاك انت صح. طيب بعد الماتش في واسيا وكسبنا الدوري، طبعا السوبر المصري ما قابلناش الزمالك، لان هو الزمالك ما كانش السنه اللي قبليها طرف السوبر، ولكن في المباريات الدوري وكانت دي الاصعب ودي البطوله الاهم، خسرنا اول مباراه، كسبنا المباراتين، بعد المباراه الفيصل على طول وخلصنا والدرع واستلمنا والكلام ده كله. اول تليفون جالي كان من مين؟ اول تليفون، ايوه، اول ما طلعتيه من الشنطه كده بصيتي مين؟ كلمت مين ولا مين كلمني؟ لا هو انا لقيت بصراحه هو لعيب فولي في الولاد عبد الرحمن الحسيني. كلمك ايوه بقى اول واحد والله فعلا، فعلا كان. اول واحد كان اول ما مسكت الموبايل كلمني. طيب ده اخويا مشجعك. قوي، ده اخويا قوي بجد. هو معايا مشجعك وقال لك برافو، يعني لان حتى هو على معايا كان فكره معايا في المدرسه. ف عبد الرحمن بيعدي بنفس القصه. عبد الرحمن ما فوق. احنا مع بعض واحنا صغيرين في كل حاجه الصراحه. فده فهو كان بيعدي بنفس الموقف برضه، انه عايز يثبت نفسه كسنتر بلوك في الفريق. بس كويس، احنا شفنا ليك حتى صوره مع يندر اللاعب المحترف في الرجال اللي هو الليبرو، وهو اكيد كان متابع لعبك، اكيد قال لك حاجه هو. هو من ساعه ما جه وهو يعني كان بيشجعني قوي، هو كان شايف فيا حاجه ما حدش شايفها فعلا. بصراحه. هو اصلا بجد هو شاطر جدا لعيب كويس قوي. يعني، هو انا بجد كنت بتفرج عليه فعلا بتعلم منه طبعا الفرق الولاد والبنات، بس طبعا هو بجد جميل تقريبا قوي، احسن ليبرو شفته تقريبا موجود سبحان يعني. الله ما توفقش في اخر ماتش بتاع الدوري والناس يعني شافت عدم التوفيق، بس هو غير مش مقصود خالص، لعيب هو جامد مش جدا. قاصد، هو برضه كان قاعد حبه يعني على الدكه فنزل تاني. اي حد لما بيقعد شويه وبينزل تاني طبيعي هيغلط يعني، ده حاجه طبيعيه بصراحه. بس لكن هو شال الفرقه يعني طول السيزون، هو شال الفرقه. ف عايزه تعملي ايه السنه الجايه ندى؟ عايزه اخد الرباعيه. ان شاء الله، ان شاء ان الله شاء تاخديها الله. باذن الله، تاخدي رباعيه، وان شاء الله افريقيا اللي جايه باذن الله يكون وضعنا احسن، ويكون النادي دعم، ويكون الفرقه واقفه على رجليها اكتر ان يا شاء رب الله. ان شاء الله. ان شاء الله.